كورو. السلام عليكم افريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد من سلسلة مسيرة الجزائري يوسف بلايلي لاعب بروسيا دورتموند. اللي ما شاف الفيديوهات السابقة يروحوا يشوفهم يا جماعة الخير، تجدون روابط هذه الفيديوهات في الديسكريبشن. أذكركم بأننا سنبدأ البثوث مباشرة على منصة نيمو تي في إن شاء الله عن قريب، ربما في الفاتح من شهر سبتمبر الله أعلم. رابط قناتي في نيمو تجدونه في الديسكريبشن ولا في أول تعليق ولا هنا يا جماعة الخير. أحتاج دعمكم في قناة نيمو، وربما ستكون هناك جوائز لا أدري حسب كمية الدعم. دعوني لا أطريكم، لا تنسوا اللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ويلا بنا ليتس جيت ستارتد يا حبيبي. أوكي، اليوم مباراة ضد سبورتينغ لشبونة في الدوري أبطال أوروبا، هذه المباراة الأولى يا جماعة. أوكي، يوسف بلايلي أساسي ولكن تعبان للأسف الشديد، يلا بنا ليتس جو. مشاهدي الكرام، أنا ما كنت مرحبا بكم في مباراة اليوم بين سبورتينغ لشبونة وبروسيا دورتموند الألمانية. لنرى ماذا يطلبه مدرب دورتموند من يوسف بلايلي. تقييم 7.5، سجل ما لا يقل عن هدف من خارج منطقة الجزاء وتمريرة حاسمة. يلا بينا. الله، هذه أول محاولة خطيرة في المباراة وتم تسجيل الهدف. تسديدة يا الله. يا الله، ونهاية الشوط الأول. لا، نريد تسجيل من بعيد وتمريرة حاسمة، لم ننجح. هذوري الحمد لله. بلايلي جول جول، واخيرا حققنا الهدف، هدف مميز جدا من يوسف بلايلي. يا سلام، هذا هو هدف بلايلي على المقص. يا سلام. يوزع جول، يا الله، هذاري الهدف الثاني. يا الله، في الدقيقة 81. حذاري 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 حذاري، الثالثة. نهاية المباراة يا جماعة الخير 2-1. خسارة في أولى المباريات. أوكي، في الدوري الألماني محتلين المركز الرابع أو الخامس بثمان نقاط مناصفة مع المركز الثالث. اليوم عندنا مباراة ضد يونيون برلين. هل يا ترى أساسي؟ نعم، نوعا ما طاقته جيدة. هذه تشكيلة دورتموند، هذه تشكيلة يونيون برلين. ليتس جيت ستارتد. مشاهدي الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين دورتموند ويونيون برلين. لم نوفق في المباراة السابقة، الآن ما هي المهام؟ تقييم 8.5، معدل عرضية نجاح لا يقل عن 40%، ومعدل استحواذ لا يقل 65%. كول هولندا على القوة، هالاند يسجل الهدف الأول لدورتموند. جيد جدا يا جماعة، هالاند قال بلايلي. ضعيفة 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 بلايلي، حرمني من هدف جيد وممتاز. بلايلي جول، يا الله. ونهاية المباراة أو الشوط الأول 1-0 بهدف هالاند. كورة جول، الحمد لله. وكورة جول، يا رجعها للحارس، والحمد لله نهاية المباراة بهدف إيردينغ هالاند لصالة بروسيا دورتموند. لم نؤدي كل المهام، العرضية الناجحة يا الله، ولكن المهم يا جماعة الخير محتلين المركز الثالث ب 11 نقطة، جيد جدا. يلا، مباراة اليوم ضد بروسيا مونشنغلادباخ، وبالليلي
طاقته جيدة مقارنة بالمباراة السابقة. يلا ليتس جو حبيبي. مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين بوروسيا مينشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند ديربي البوروسيا. يلا ماذا يطلبه من المدرب؟ لازم هذه المرة نسجل الجماعة. تقييم 7.5 تمريرة حاسمة والقيام بأربع تدخلات في ملعب الخصم. صعبة 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 ولكن إزالة يوسف بالليل. يلا مساحات كورو. ما هذا؟ العارضة تتصدى لكرة يوسف البليلي. تدوري الحمد لله. تدوري الحمد لله الحارس. يوسف 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 يلا يوسف 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 والله في بطء يا جماعة بطء. الحمد لله مرت على خير لم يصوبها بالشكل المطلوب. حذاري الحمد لله. كورة جول مرت بقليل. يا مرر مرر كنت وحدي. راح نسجل يا جماعة راح نسجل. الحارس الحارس يصدق كورة. نهاية المباراة 0-0. مباراة كانت سيئة جدا، لا محاولات ولا شيء حماسي جدا. احتلين المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا. عندنا مباراة اليوم ضد أياكس أمستردام صاحب المركز الأول. لازم الفوز يا جماعة، من غير الفوز لا غير. أوكي بالليل أساسي في مباراة اليوم. يلا ليتس جو. والجماهير حاضرة بقوة على ملعب بوروسيا دورتموند يا جماعة الخير. اليوم مباراة ضد أياكس أمستردام دوري أبطال أوروبا. ماذا يطلبه المدرب من يوسف البليلي؟ هذه المهام. تقييم 7.5 معدل عرضية نجاح لا يقل عن 40% وقيام بأربع تدخلات أو بثلاث تدخلات في ملعب الخصم. كورة جول يا الله. تسديد كورة جول. كورة جول. اونانا ولا ما اونانا نعم. كورة جول. ما هذا الهدف؟ ما هذا الهدف؟ محظوظ. نهاية المباراة يا جماعة الخير. لم نقدم ولا شيء. الحمد لله فزنا يا جماعة الخير وبذلك سنصعد إلى المركز الثاني الله أعلم. الدوري الألماني محتلين المركز الثاني ب 12 نقطة. يلا دوري الأبطال محتلين المركز الثاني مثل ما قلت لكم. سبورتينغ لشبونة تعادلوا مع بيشكتاش 1-1. المركز الثاني بثلاث نقاط جيد جدا. أوكي بالليلي في المركز السادس عشر بثلاث أهداف في ترتيب قائمة الهدافين. إذا إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى الفيديو يعجبكم. شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير. شكرا من ضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. مرحبا بكم في قناة النيمو. إن شاء الله راح نعمل بثوث مباشرة في غاية الروعة وإذا كان هناك دعم يا جماعة الخير. المهم يا جماعة اعتنوا بأنفسكم جيدا. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم. الحرارة عالية جدا هنا.